التخت الشرقي طبعا انتشر اكثر بالعصر العباسي، وقسم التخت الشرقي هو انه مجموعه من الموسيقيين، الالات الموسيقيه اللي هي الاساسيه، القانون، العود، الرق، الناي، وهي تعزف كلها على منصه عاليه بحضور وجهاء القوم. فرقة التخت الشرقي النسائي أساساً هي من مئات السنين موجودة، أسس الملك زمرليم، هو ملك ماري، كانت موجودة على ضفاف الفرات، كانت بتضم فرقته عدد كبير من النساء حصراً. يعني طلعت المغنية أورنينا اللي اشتهرت، وبعدين اتخذوها هي شعار بمهرجان الأغنية السورية بحلب. هلأ فكرة التخت الشرقي النسائي هو نتيجة طبيعية لافتتاح المعهد العالي للموسيقى بالتسعينات، وقتها صار يتخرج دفعات موهوبين كتير ومنهم الإناث كتار، فصار هذا شيء طبيعي إنه يكون في تجمع أنسوي فني ضمن تشكيلة تخت أو فرقة أو أي شيء. بعام 2003 صار في خريجات من المعهد العالي للموسيقى محترفات أكاديميات بسواء على آلاتهم، سواء كان غربي أو شرقي، فبلشنا إنه يلا تعالوا نجمع حالنا، مين حابب يعزف، مين منشوف التخت الشرقي الآلات تبعه، مين هن الصبايا اللي ممكن يكونوا متواجدين معنا، لازم يكون عندهم أول شيء كمان الروح الشرقية. بداية كانت انطلاقتنا متواضعة، كنا بحاجة لإشراف، اشتغل معنا أستاذ معين نفاع لانطلقنا، وبعد فترة صرنا عم نشتغل لحالنا بإشراف وفاء سفر عاصفة الناي. كنا نحن الأساسيين بال2003، وفاء سفر عن الناي، مايا يوسف قانون، وعد بو حسون المغنية وعاصفة العود، خصاب خالد عرق، وأنا رزان قصار، وميرفت رافع. بعدين بحكم حياة الفنانين غالباً أنه بيطلعوا بيكملوا دراستهم برا أو بيلاقوا شغل برا، بس نحن الحمد لله ما وقفنا، يعني ضلينا يصير في تبديل، يجي عازفات بدال اللي عم يروحوا، واستمرينا لهلأ. فكرة نشوء التخت الشرقي وما يشابه هذا المشروع من فرق موسيقية شرقية بيعطيك احتمالات عديدة لأنك تطرح موسيقى متنوعة. فكان الهاجس للأنسات اللي أسسوا مع الدكتور نبيل بهذاك الوقت هاجس، بدي أقول لك، تسليط ضوء على مساحات واسعة من المقامات الموسيقية العربية المعقدة والمؤثرة بآن واحد على المستمع الشرقي والمستمع الغربي. Thank you.
ننشر موسيقى تراثية بأسلوب أنثوي مع الحفاظ على الرقي بالأداء والرقي باختيار المسارح الموسيقية. وكل العازفات هنن خريجات معهد عالي الموسيقى أو مثلاً عندهم موهبة عالية. بدايتي أصلاً بالعود هي صدفة، يعني أنا ما كان أبداً ببالي أني أتعلم أي آلة شرقي، إنه أنا يعني عموماً ما كان ميولي أني حتى بسمع، ما فيني اسمع موسيقى شرقي، يعني ما بعرف ليش، بس اضطريت وأنا طالبة أني بدي أفهم الشرقي لأنه هي تعتبر مادة لازم نحن ندرسها. فأنا جبت العود وبلشت حاول أفهم المقامات على العود. كنت طالبة بالمعهد بآخر سنواتي، يعني وقت كنت أول مرة عزفت معهم، كانوا بالنسبة إلي يعني شيء جديد كتير بالنسبة إلي. بالمعهد كنا كل الوقت موسيقى كلاسيكية وغربي، فهن يعني بالنسبة إلي كانت تجربتي الأولى بالشرقي معهم. أنا بداية يعني ما درست الموسيقى الشرقية، تعرفت عليها عن طريق الأغاني السريانية، التراتيل السريانية كنت أعزفها يعني أديها. وبعدين بلشت مع الفرقة العربية بالألفين، سنة الألفين كنت طالبة هون، فصرت أتعرف أكثر على المقامات. وقتها تأسست التخت الشرقي النسائي، صرت يعني صرت مالي بس عازفة ضمن سكشن بالتوتي بمجموعة كمانجات، لا صرت أنا عم قوم بالدور السولو للكمان، فصار علي مسؤولية. هي المسؤولية اللي تحملتها هي اللي صقلتني، هي اللي علمتني. هلأ نحن كعازفين بيهمنا أنه نقدم صورة متكاملة للجمهور، يعني من حيث الموسيقى الشرقية، وحتى زينا هو بيعبر عن بيكمل اللوحة الفنية اللي نحن عم نقدمها. نحن هدفنا الحفاظ على التراث، الأصالة، لذلك حتى بتلاقي بزينا الزي الموسيقي، الزي الفرقة بتلاقيه من الألوان الترابية التي تدل على الأصالة، تدل على التراب، تأتي من أصالة المكان اللي الشرقي اللي نحن كلنا جينا منه. بتلاقي إنه هذه الألوان الترابية حتى هي بتشكيلة الفرقة كلوحة تلاقيها مختلفة، مو لون واحد بس كلها ألوان ترابية، لأنه كل عازفة إلى كينونتها، ولكن كلياتنا نجتمع بهذه اللوحة الموسيقية بهذه الدقائق وقت نعزفها مع بعضها. دار الأوبرا السورية اللي نحن قاعدين فيها هلأ دعمتنا بتأمين الأماكن بالبروفات، رغم أنه نحن التمويل ذاتي كان، كنا نعمل صندوق للفرقة وكل عضوة من الصبايا كانت تساهم فيه لحتى نحن نأمن التياط. تذكري رزا؟ يعني المكافآت اللي كنا نحصل عليها دائماً في قسم منا منيح يروح للصندوق، ومنه عملنا هذا تمويلنا تياب، حتى تسجيل في مرة استعملناهم بتسجيل استوديو وحتى تصوير كمان. تذكري صورنا وصورنا بالحمرة وقتها، صورنا فيديو بس وزارة الثقافة عم تدعمنا بالأماكن. الأماكن يعني نوعا ما بتتوفر أحيانا ببيت حدا من الصبايا، يعني إنه أوكي فينا نجتمع. هلأ أكتر شيء تنسيق الوقت بصراحة، إنه كل حدا ممكن يكون مشغول بشيء، وإضافة إنه كل واحدة مننا مسؤولة أصلا بالبيت، يعني كل واحدة أم ولاد ومسؤولة عن بيت وعن عيلة. أربع مرات هلأ متعلبات رارلم. وقت يكون في بو بيقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة، وكمان وراء كل امرأة ناجحة رجل، يعني الحمد لله انه بكل يعني كل العازفات اجمالا ازواجهم شريكهم بالحياة هو حدا متفهم، وانا شريكي بالحياة زوجي حدا متفهم وحتى مساعد، يعني بيحاول انه يعمل لي حلول. هذا كمان لو كان ماله موجود هو واحدة من الصعوبات. لا
لما نجتمع ببيت يعني غالبا احنا بيكون اللي قدران تستضيفنا بالبيت بيكون بيتها شوي يعني مريح اوسع، يعني بيكون بالوسعيه وسعنا كلنا. احد البروفات صديقتنا جابت بيبي كانت معها، يعني ولا بيمشي ولا شيء، فكمان تعاملنا مع الوضع وسميناه اصغر عازف بالفرقه كونه كان موجود ببروفتنا. حياتي الموسيقية ما وقفت بفترة زواجي، وتصار عندي بنت كمان كملت، وكنت يعني حتى بالشهر الثامن التاسع من حملي أنا عم بشتغل وعم سافر وعمل حفلات، فحياتي مكملة مع الموسيقى بكل الصعوبات اللي عم تمرق فيها. ما بلحق اشوفكم يعني على فكره، ولا بالبيت لا بالبيت ولا هون، ما في ما بشوفكم. ايه انت صار في شيء ولا انت حسيتك مزعوج؟ بس مو عندنا مختبر اساس انه نغير الاقتراح، وانا ما بدي غيره لانه صرنا شهر عم نشتغل عليه. انت شو؟ انا والله رواق رواق. ايه يلا كنت بدك درس هلا اخرتي معه؟ انا موبايلي عبرن. يلا يلا اوكي خلينا نمشي لانه تاخرنا. يلا بدكم شاي؟ باي. يا قبرني انا. يلا روح. باي. الله معكم. حكيني ساره بس تخلصي. ايه يلا باي. قيس هذا ابني. شوفي شوفي هالصوره ما احلاها. اخر العنقود صار شيء. اي صف صار؟ صار عاشر. تمثيل كمان ما؟ ايه هو كان عنده عرض من فتره هون بدار الاوبرا. يا الله هاي الصورة نفسها متصورين هون نفس الشيء. قديمة كثير. يمكن كنت حامل مع رزم؟ ايه هون كنت حامل بالشهر الثامن. عمر عم يمرق. أهم أهداف فرقة تخت الشرق النسائي ونحن اللي منأكد عليها كتير هي إثبات أن المرأة السورية والمرأة بشكل عام تستطيع. طبعاً بما أننا نحن نمثل النشاط النسائي فنحن قلنا الفخر أننا يعني دائماً لنا حفل موسيقي بيوم المرأة العالمي، لأنه يمكن نحن من خيرة الأمثلة اللي هي إنه ممكن تمثل المرأة بشكل راقي وجميل. سي لا سول فا فا سول لا سول فا لا سول فا مي فا سول لا سي دو ري وإعادة. أوقاتاً شوف في أفكار صغيرة أوقاتاً لفرقة التخت الشرقي النسائي من أفكار الحفلات، يعني في واحدة مثلاً من الحفلات حاولنا إنه يكون المقطوعات الآلية بأسماء نسائية مثل عزيزة مثل ليلى يعني أو أمل عطية شرارة. اعتمدنا أكثر شيء التراثي اللي بيمثل سوريا، يعني اشتغلنا عليه وصلات هي أكتر شيء، يعني إحنا دائما لازم نختم حفلتنا بشيء بيمثل سوريا. تحت هودا جهار اتعالجنا وصار سحب سيوف، يا وين حالي يا ويل يا ويل يا ويل حالي طبعاً نحن اختيارات البرنامج بتكون فيها توازن بين المقطوعات الآلية والمقطوعات الغنائية. ركزنا بالمقطوعات الآلية على التركيز على القوالب الموسيقية الكلاسيكية القديمة الموسيقية اللي فيه السماعي الثقيل وهذا الوزن اللي فيه تقل الموسيقى الشرقية طبعاً بالمقامات العربية الأصيلة مثل الرست والبيات والصبا والهزام.
بتجربتي الخاصة، أنا عم بحكي عني، أنا بربط كل مقام بغنية، يعني لأعرف البيات بيخطر على بالي غنية معينة، فخلص أنا إذا تذكرت هاي الغنية بقدر أتذكر كتير أغاني من البيات أو هزام أو سيقا أو أي مقام. يعني بعيداً عن إنه نحن عم نشتغل موسيقى ملتزمة يعني بقواعد معينة اسمها كلاسيك سواء كان شرقي أو غربي، لنعبر فيه عن شيء إنه نحن على الأقل إنه نبرز الأشياء الأصيلة اللي نحن عم نحاول إنه نحن ما تندثر أو تضيع أو تضل عم تتقدم بشكل بارد أو جاف، يعني تتقدم بشكل فيه محبة وألفة وموضوعية طبعاً يعني بإتقان. الفرقة جعلت أغلب البلدان العربية اللي هي الإمارات العربية بكل إماراتها، يعني دبي، الشارقة، أبو ظبي، البحرين، سلطنة عمان. نحن كنا الفرقة الأولى السورية اللي بتعزف بأوبرا سلطنة عمان، ونحن وقت شاركنا مثلا بأكبر كرنفال للدول الآسيوية بالصين، نفس الشيء وقت رحنا مثلا ألمانيا، النمسا، هدول هولندا، يعني كل واحدة هي بيئة عم تعطينا ونعطيها، ونفس الشيء كمان بالدول العربية. لكويك يا جرح بالنار بالنار، لكويك نعد التذكر أمان 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 يا وي، فوق النخل فوق فوق يا فوق النخل فوق. يا الله رجعنا الشارقة موسيقى 2015. أنا بوقتها صار عندي أصدقاء لهلا، يعني تذكري وقت قلنا يا مال الشام وهيك صار كله يغنوا مشتاق لك يا نور عيني. هون الطيارة كثير صورة حلوة. هلا وين كنتم مسافرين؟ لا مسافرين على قسنطينة، كان عندنا حفلة. هي الصين أحلى سفرة، هي أحلى سفرة، هي عن جد هي سفرة كنت أنا مو جعبان أطلع فيها واكتئبت بس بدي أطلع بعدين بس طلعت صار ما عاد بدي أشوف فيها. لولا المنامة هوا لولا المنامة لفرد جناح يا الهوى زي اليمامة وأطر وأرفرف لا. الحرب أثرت على كل شيء، كان كتير معنا عالم وسافرت، كان يعني على كل يعني بكل المجالات وبالموسيقى خصوصي، لأنه إحنا بالأصل كانت أعدادنا قليلة وكتير في عالم سافرت وطلعت، قدرنا نرمم بالأساسيات، يعني البنات الأساسيات الموجودين هن يعني دائما بيعطوا هاي الروح للفرقة وبيشدونا كلياتنا. صراحة الحرب بسوريا هي ألمتنا ألم، أما إنه وقف شغلنا لا أبداً، يعني إحنا يمكن كان في فترات شوي متباعدة عن بعضها، بس نحن كلياتنا كنا عم نشتغل مستمرين بالعمل، عم نحاول نعطي لحالنا حياة، دائماً في عنا أمل إنه بكرة أحلى. دائماً سورية ولادة، يعني منحن للقديم منحن للأصدقاء، ويمكن نعمل حفلات وقت يكون صح لنا ويكون هذا التجمع نقدر نجتمع مع بعض. بالظروف الراهنة أكيد بده يكون في تعويض من العازفين العازفات جداد. حلمنا هو
أول شيء نعمل حفلات أكثر، نعرف عالمياً مثلاً، نطلع برات، يعني نقدم مشروعنا يوصل لكل العالم أساساً، مو بس بسوريا. الظروف تخدمنا أكثر من هيك لحتى نحن نقدر نشتغل أكثر ببروفاتنا، إذا بدك تقول كمان حتى يعني الظروف تخدمنا أكثر، بس هيك يعني. مجتمعنا السوري وجمهورنا السوري هو جمهور متعاون مع الموسيقى بشكل عام ويحب. هلأ أكيد فرقة نسائية كلها من النساء، أو أولاً في نوعين من الجمهور، نوع يأتي فقط لسماع الموسيقى بغض النظر نسائية أو لا، وإذا شاف نسائية بيشجعها، ونوع هو متهكم أول شيء يمكن بيشوف الفرقة كشكل. فبس نحن مهمتنا كفرقة إنه نحن نوافق الشكل مع المحتوى، مو إنه بس كالأيقونة تبع النساء فقط، ولكن نحن أيضا نؤدي بتقنية عالية وبروح موسيقية عالية. عندي روضة يا سيادي يفاخ فيها ريح قبول، يفاخ فيها يعني مدينة صغيرة، ناس بساطة وناس على قد حالهم، فبالتالي يعني عندي واحد سويت اجتماعية مختلفة. ملي كانت المرحلة ديال كورونا كانت صعيب عليا نشوف البنات يعني واقفين من العمل، وهما احيانا كنلقى البنات هما اللي كيخدموا على الوالدين ديالهم، يعني بالمجموعه هي اللي كتعطيهم واحد الدخل باش يصرفوا على نفسهم او يصرفوا على العائلات ديالهم. كانت صعيبه علينا ديك المرحله ديال كورونا، وانني كنشوف 10 ديال البنات اللي هما مسؤوليه ديالي وفي كورونا وانا كل شيء واقف، يعني المرحله ما كاينش انشطه، ما كايناش سهرات. فكانت عملنا واحد صندوق ديال الفنانه فعاونوهم، والحمد لله يعني كان على عاتقي واحد مسؤولية كبيرة. استلمت على يد رئيسة مجموعة اللي هي أستاذ رحوم البقالي، من هنا خديت الفن بالقواعد ديالها يعني، وتشبعت بالطريقة ديالها. من بعد لقيت يعني كنت تلمد مدة ديال 8 سنين، كنت كندرس في المعهد الموسيقي المادة الموسيقى الأندلسية، وشاء القدر أنني تشبعت به وحبيته وانطلقت فيه. اكتشفت نفسي على أنني نقدر نعطي في المجال ديال الحضرة الشفشاونية، فقررت أنني نأسس مجموعة خاصة بلمسة خاصة بروح خاصة جديدة شبابية. قبل مرحلة التأسيس كانت من الضروري مرحلة البحث أو النبش في ذاكرات الحضرة الشفشاونية والرجوع للرواد اللي هما مازالين على قيد الحياة، باش نقدر نفهم يعني القصة ديال الحضرة الشفشاونية والتاريخ ديالها والعمق ديالها في الأشعار والألحان ديالها، ومن ثم نقدر نبني يعني واحد أسس صحيحة ديال الفرقة اللي بغيت نأسسها، وفي نفس الوقت يكون عندنا مرجع صحيح من الناس اللي هما ناس ديال الحضرة، ويقدر نستمد يعني الأشعار والألحان ونشتغل عليهم بطريقة واضحة. ومن بين الأسباب اللي خلتني نزور شريفة لالا ربيعة البقالي، وهي سيدة ضريرة تبلغ 90 سنة ما زالت كتحافظ على الأشعار وعلى الألحان ديال الحضرة الشفشاونية، وهي كتعتبر الوحيدة في المنطقة ديال شفشاون اللي من الرواد أو لا من الحافظين ديال الحضرة الشفشاونية. لك هنا نعم الحضره ما كانش داقوا قضيه انا الله ينبي عليك، بالتاكيد هذه ما عندناش فيها الشك. الحضره الاسيليه ما يقولها تا واحد من عاد انا واخا الحجه. دابا نتوما كنتو غير نسى بيناتكم كتعملوا الحضره، في ديك الوقت شحال هذه قديم ما كانش عندكم المشكل مع الراجل،
يعني كتغني والحاضره وكتغني ولا كتغني وغابينتكم؟ شرح لي. اه دابا الحنة جات حدا العرس رجال برا ونسعى واش معين المحل ديالهم. ما كانوش كيخرجوا يعملوا الحضره قدام الرجال؟ لا ممنوع. لما انا كناش نخرجوا. اه والحضره ديال الرجال ماشي هي الحضره ديال النساء؟ الحضره ديال الرجال انا نقول لك هي هذه. دعوت لله. دعوت لله. وسيدي عندي طبيب. الله عليه وسلم وعلى اله. ايه. حميدا شاكرا. حميدا شاكرا. حميدا شاكرا. شنو اللي مغير على الرجال؟ شنو عندكم مغير على الرجال؟ ايوا الرجال كاينين عوج حال الذكرى ما نفهمهمش من الرجال. اه النساء بوحديتهم. قولي شي ذكرى خاصه غير بالنساء ما كيعملوهاش الرجال. وانا قلت لك اه هذه يا ودي والرحيم الله. ايوه هذه غير بالنساء. هذه دابا الرحيم الله هذيك الاخريه. اي دابا انت المي والحاضره وانت من جالوسي وانت من كل شيء. لا نصلي على النبي. ونخرجوا الحنة. قال قصد حرمكم يا رجال الله قصد حرمكم يا رجال الله. دابا هاد الحضرة حضرة دابا النساء ليلة المولد واش كتعملوها حتى في ليلة المولد ولا حتى كيدوز ليلة المولد بسيمانة عاد كتجمعوا وتعملوا الحضرة هنايا في السيات في دار السيات؟ نبقاوها في المولد. ليلة المولد كو باقي ما خلقوها في السبع. نهار السبع ما نقولوش الذكر. ما نذكروش الحضرة تماما. دقوموا ما جا. هذه كتسمى النشاط. هادي ديال الريسوني. هاد انا سيدي عندي طبيب. واش سيدي على الحاج ولا ديال الريسوني؟ لا سيدي على الحاج. اييه سيدي عنده الذكرى ديالو وحده. وديال سيدي على الحاج كيفاش عامله؟ ديال سيدي على الحاج كيفاش عامله؟ انا سيدي عندي طبيب ويعالجني بدواء. كيعجبني هاد الطومين هذا. كيعجبني الحضره الشفشاونيه وحاولت نقلع باش تقنع. انت مع بنت عندك مشكل مع ماماك ولا مع با؟ عندي مشكل مع ماما. ماماك فاطمه غادي تقدر تقنع با يعني الا كان الا كانت باغيه ماما عاد تقدر تقنع با. مرات ما قالت لك هي ما يمكنش يتوفق ما بين المدرسه وما بين الحضره. حنا مثلا حتى التدريب ماشي انت نعرف على حسب التوقيت ديالكم يعني ما غنبقاوش مثلا شي وقت مع الطالب الليل غنبداو بكري كنساليو بكري وعلى حسب التوقيت ديالك سواء في لافاك سواء فهمتي على حسب انت شنو عندك. وانا كنحاول نقسم ما بين التدريب وما بين الخدمه وما بين حتى المدرسه. فراسك ثلاثه ديال الخرجات وانا كنخرج صحة. وانا كنخرج با ما فراسوش كنقول غير ماما وكتقولي دبر راسك فهمتي. عاود فاطمه وقفت معي صراحه شنو غيبقى باش نقولوا لا مشينا انا طلعنا عند باه طلعت من فوقي انايا عيطت لامي عرفت قلت له عاد خلي هذا يمشي معنا. قال لي شنو غنعملوا حنا غنمشيو يعني نسى غير مع بعضنا قال خصكو غيكون معاهم. قلت له انا اللي غنتحمل المسؤوليه ديال البنات كاملين. باقا صغيره قلت له غاكتاش وي كيعرفك هلا بنتك المهم شنو خلي انا كنعرفك نتينا بالحق سيرو اللي شي حاجه كتشرف والله العظيم كتشرف وكتشرف في الوطن وكتشرف في الدوله سيروا الله يرضى عليكم والله الا هذيك ديك الساعه كانت انطلاقه وما انا كنت كنمشي التدريب مخبعه كنحفظ مخبعه الصحابه انا عارفه ان كل واحد فيكم عنده التزامات ديالو الوقت ديالو الانشغالات ديالو ولكن شويه ديال التضحيه مع بعضياتنا لان هذه الفرقه ديالكم والحاجه ديالكم راهي ديالي وديالي ديالكم حتى عارفين الناس شحال حاطه العين عليكم يعني في المجال لا المجال الفني ولا المدينه. Thank you.
بما أنني يعني أستاذة آلة القانون وعازفة مع فرقة الحضرة الشفشاونية، أنني كان يعني كنعزف مع فرق كثيرة، ولكنني أجد يعني واحد روحانية وطبع خاص مع فرقة الحضرة الشفشاونية، أولا لأنها تمتاز يعني بواحد الصيغة اللي هي صوفية ربانية، يعني تميل اللي هو التراث ديالنا اللي هو يعني الأصل ديالنا. كنوجد راسي في العزف أراحة أكثر من أنني يعني كنشتغل مع يعني نمط آخر. حينما أقول يعني نمط آخر، مثلا الشرقيات أو لا، فنحن نستعمل يعني النوطات، كنحاولوا اننا نتماشاو مع القواعد ديال الموسيقى اللي هو النمط الشرقي، بينما الحضره الشفشاونيه نحن نتماشى مع ما هو تراثي وفي نفس الوقت ما هو يعني التجديد اللي قامت به الفنانه هاله بن سعيد، وهذا شيء جميل لنا كفرقه، وانا افتخر يعني اني كعازفه مع هذه المجموعه. بالنسبه يعني لآلات القانون اللي هي حاجه جديده على الحضره الشفشاونيه، حتى المستمع حاول يسمع بالقانون والاضافه ديال القانون موسيقى القانون في الحضرة الشفشاونية. مثلا ايضا نشتغل يعني على تقنيات، خصوصا اننا نمزج ما بين يعني الشرقية والتراثية. فمثلا احنا عندنا مثلا مقام رمل المايا، اللي هو رمل المايا ما هو تراثي في الحضرة او في الاندلس في الاندلسي، ولكن اذا ضفناه يعادل في المقامات الشرقية البياتي مثلا على الري. مقام البياتي، ولكن حينما نمزجه برمل المايا هذه تقنيات يعني جديدة اللي كنضيفوها احنا كتقاسم او رفقة موال. مثلا قد يكون في موال وقد يكون مع توشيات جديدة اللي احنا ضفناها في الليل. كتجي مزيانه في السمع. نعاودو واحد جوج. حضوركم لنا قام شويه كتغني عاليه على البنات. الغناء الجماعي خصو نفس الطلعات بنفس واحد، ما نسمعش واحد كيشهق يعني نفس طلق كل شيء يطلق ظهره ونتغني من كرشي. الجلسه تكون صحيحه
باش الصوت كيخرج مزيان والنفس كيخرج صحيح، وماشي ماشي اي وقيته كنقدروا نتنفسوا فيها، كيتسمع خايب حتى فاش كون فاش كنكونوا يعني في لي ميكرو قدامنا كتسمع ديك قبيحه. اعطيني بسمه وكريمه في نفس، لان الصوت ديالكم شويه متقارب. اعطيني واحد جوج لا لا الخريه ديالها طلعه انا واحد جوج انا سيدي عالدي طبيب ويعالجني بدواء ويعالجني بدواء. كل شيء وزن الميزان، كل شيء وزن الميزان باش نسمع دوك ثلاثة تيكات تاك 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 بسموعين صافي. حد جوج الله قاس بحث عندها واحد القيمه مميزه في شفشاون وخارج شفشاون على المستوى يعني الوطني وحتى الدولي. دائما حاضره في المهرجانات او الملتقيات الوطنيه، دائما عليها اقبال حتى الشباب اللي ما كانش كتعرف الحضره الشفشاونيه ولات الان مهتمه بالحضره الشفشاونيه، وخصوصا انها كتخدم طريقه شبابيه وباوجه شبابيه اكثر. بين الإنجازات اللي أنا مفتخرة بها والمجموعة أيضا مفتخرة بها هي بعض المشاركات المشرفة اللي مثلنا بها مجموعة حضرة شفشاونية وشفشاون في عدة منظمات بحال منظمة ليسيسكو منظمة اليونيسكو. شاركنا يعني في ماراثون أرتيستيك اللي تمت الاختيار وقع الاختيار ديالنا كمجموعة خاصة من طرف منظمة اليونيسكو. أيضا شاركنا في عدة مهرجانات بحال مهرجان فيزا فور ميوزيك ومهرجان عالمي، في عدة ملتقيات وطنية ودولية أيضا. نبداو التدريب ما بقلناش الوقت، يلا حاول تكون معانا، غادي نبداو راه كلشي هنا تقريبا. يلا السلامة. نجمعتو اخيرا اخيرا سلامتكم. ايوا ما عندناش الوقت، خاصنا نبداو دابا التدريب باش نشوفو البرنامج ونشوفو شنو نقدروا نعملو فيه. ها هي اخيرا. ايوا مرحبا. الله يبارك فيك، شكرا. هادو صوتي الالات ديالكم جبتوها قديتوها قديتوها تيساويوهم بالجد شيماء؟ هذيك القصيده اللي كنت عطيتها لك حفظتيها مزيان؟ ضبطتيها فاطمه؟ الحركه الاولى الحركه الثانيه مزيان صافي. عطوني التعارج بالنسبه للتعارج، غتعطيني اتبدل معاها، اتعطيني كريمه هنا واخا Thank you.
ولكن ماشي حتى نساليو التويشيه عاد تنوض كيكون الاستعداد قبل ما نساليو قبل ما نساليو التويشيه بشويه كنوضو كنستعدو صافي نعاودو. عندي روضة يا سيادي، عندي روضة يا سيادي، افتح فيها ريحة قبول، افتح فيها وحده ما تقدنيش ماشي الخلاله ما عاد زيدتي تدخل لك في خلاله صغيره عندي مش كبيره ماشي خش شويش مزيان هاتي قد لك تاكل جاتك غزاله حتى هاد اللوين جا معاك مزيان صافي هلا هكا صوب لها هلا واحد دقيقه معطى شوف فيها دور ضروري دور إضافة بالنسبة للآلات الموسيقية ضفنا آلات جميلة آلات روحية اللي كانت آلة القانون آلة العود ثم آلة إيقاعية أيضا اشتغلنا على آلة جديدة منها الآلة ديال الدف الإيراني النغمة ديالو كتكون روحية أكثر وهنا يقدرنا نخرجوا بواحد اللمسة روحية مغربية Oh,
الله.